وزير الشؤون الدينية والأوقاف السادة الأعضاء وصلى الله وسلم وسيلة، أطلبهم تم اليوم تكريم ولله الحمد المتقاعدين وكذا منح سكنات وظيفية للأئمة، وهذا من باب المجهودات التي تصبها الدولة في إطار تحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة المباركة. وفي هذا اليوم إن شاء الله أنا من المكرمين بهذا الجائزة معناها البيت أو بناء الريفي في بهذه المناسبة. إن شاء الله نشكر رئيس الجمهورية على هذا اليوم الوطني، ونشكر أيضا السلطات الولائية والمحلية إن شاء الله. الإمام هو المجتمع اللي حماه الجزائر في كل مراحل اللي عرفتها البلاد، كما حما يعني الجيش الوطني الشعبي سير الجيش تحرير الوطني وكل أسلاك من الجزائر في جميع المراحل. فالإمام كان عنده دور كبير في الحفاظ على المجتمع من كل الانزلاقات، والحفاظ على الشباب تاعنا من كل الأمراض الاجتماعية، واللي مازال يعني الإمام يقوم بالدور تاعو، مازال حامل راية الجهاد للحفاظ على هذا المجتمع.